لازم اشيد هنا بالتطوير اللي حصل في الشارع العقاري. النهارده بقى عند حضرتك او عندكم عربيات بتروح ناس البيوت، ودي خدمه متميزه. هل هنقدر دي نقدر نستمر فيها او نقدر ندعمها اكتر بحيث ان انا اخف الضغط على المكاتب؟ احنا كان احد اليات تخفيف التكدس في فروع التوثيق السيارات المتنقله، بندفع بيها في الاماكن اللي فيها زحمه تقوم تخف، كاننا فتحنا منفذ جديد جنب المنفذ القائم. احنا عندنا 21 سياره وزعناهم على 15 محافظه، في 20 سياره جايين جداد هنستكمل بيهم باقي المحافظات. لا شك لها دور كبير جدا في انهاء التكدس، لا شك. بدليل ايه؟ حجم العمل اللي عليها وطلباتها والحجز وبنودي العربيه هنا تفك تكدس، وهنا تروح تنتقل عشان تعمل لحد اجراء في بيته، وهنا بتنتقل لمكان علشان تعمل اجراء لشركه لبتاع. كل هذه الامور يسرت كتير على الساده المواطنين. فالسيارات لها دور مهم جدا في تخفيف التكدس وتيسير الخدمه للساده المواطنين. ده